ورجعنا تاني وفقرتنا غالب ولا مغلوب. كابتن محمد بركات، شايفه فقرتنا هنا هتبقى غالب ولا مغلوب؟ مغلوب. مغلوب؟ ايه ده، استسلمت على طول؟ ده رد مش متوقع. لا، ما انا عشان ابقى مغلوب، علشان لو بعد كده ربنا كرمني وبقيت غالب يبقى انا ما كنتش متوقع، يبقى انا هزيمه صعبه. انما لو كنت مغلوب خلاص انا كده يعني غلبه. طب تمام. عايز اسالك سؤال. بعض اللعيبه كده بيضطروا يعملوا نفسهم يعني ايه، وقعوا علشان مثلا يعني ياخدوا ضربه جزاء. امتى انت مثلت عشان تاخد ضربه جزاء؟ انا عندي معلومه ان ده حصل في 2006 في ماتش، بس ماتش كوت ديفوار، بس ده كان ماتش منتخب يعني. انت كنت بتتكلمي من دافع الوطنيه مش اكتر. يعني كان التمثيل ليه هدف. طب نادي على حساب نادي مصري؟ لا، ده كان نهائي افريقيا 2006 احنا وكوت ديفوار. طب ما تحكي لنا عن الموضوع ده. لا والله، بصي يعني هي الكره اتلعبت فعدت، فانا كنت بلعب باك رايت فكنت داخل ال 18، فلما لقيت الكره عدت فقمت رايح عايز اوصل للكوره، او يعني سندت الكوره او كده، فعايز حسيت انها طولت والمدافع داخل وبيحط رجله، لقيته ان هو معلي رجله. ف قلت لا بقى، فيعني قلت نمثل بقى. قلت لا، قلت اشوفها يعني، قلت اشوف الوضع هيبقى عامل ازاي كده. لو خدت لي وقعه كده اشوف الوضع. وزي ما بقول لك بندافع الوطنيه. طب دي مصر يعني. احكي لي طبعا عن كواليس الماتش ده. ماتش طبعا نهائي. فرقه جامده جدا جدا. رغم ان احنا كنا كسبناهم في البطوله برضو قبل كده في الدور الاول 3-1، ولكن ايه، لفت ورجعنا لعبناهم في النهائي. طبعا الماتش كان مقفل قوي 0-0، و يعني وفرقه تقيله يعني. فرقه يعني تقيله، وممكن في ثانيه يخطفوكي ويكسبوكي كمان. وبعدين يعني بقى احنا لازم نتصرف. بس فحتى يعني ايه، ما كانتش ماشيه معانا قوي كده في الماتش ده، مش عارفين حتى ما ضربه الجزاء. بس انت عارفه هو ايه يعني، ايه عشان جت كده فما دخلتش يعني. برضو ما مشيت. ربنا ما اتكشفت. ربنا ما كرمش برضو.